مساء الفل، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده. في الفيديو ده باذن الله هعرفكم على سر هيزود زيارات الموقع او المدونه بتاعتكم، وبالتالي زياده في ارباح جوجل ادسنس. لو عايزين الزبد ومش عايزين نطول الفيديو، فالفيديو ده هيكون عباره عن سكريبت وهيكون عباره عن موقع، وهتلاقوهم في الوصف اسفل الفيديو، بس مش هتوصل لنتائج كويسه هعرفك عليها في الفيديو ده باذن الله. النتائج دي مثلا زي الموقع بتاعي، لو جيت تكتب في جوجل مثلا المحتوى الغير حصري هتلاقي ان الموقع بتاعي رقم واحد، بس هل الموضوع ده بيجي عن طريق الاسكريبت او عن طريق الموقع اللي موجودين اسفل الفيديو؟ لا، في شوية حاجات هنتعرف عليها في الفيديو ده، لو اتبعتها صدقني الموقع بتاعك مش هيطلع برا الصفحة الاولى من محرك البحث جوجل، او مواضيع الموقع بتاعك مش هتطلع برا الصفحة الاولى من محرك البحث جوجل. كل اللي انا طالبه منك في الفيديو ده انك تطبق الفيديو ده بعد ما تتفرج عليه، مش عايزك تتفرج بس. المقال يا شباب عندنا بيكون مقسم لاربع حاجات او خمس حاجات. اول حاجة شباب، الا وهي الـ H1 او العنوان الرئيسي، وهو العنوان اللي هو ده الـ H1 ده شباب. ده طبعا لازم تحط فيه الكلمات المفتاحية اللي انت هتبدأ تعمل لها تضمين داخل المقال بتاعك على هيئة جمل. يعني مثلا انا عندي الجملة المهمة بالنسبة لي الا وهي الكلمات المفتاحية، هي دي اللي انا حابب ان انا استهدفها، فلازم ان انا احاول احط الكلمة المفتاحية في المقال بتاعي على شكل جمل او على اكثر من جملة، بحيث مثلا دلوقتي احنا قلنا ان عندنا ده H1 طينا فيه الكلمة المفتاحية. بعد كده شباب هنا كده انا عامل حاجة اسمها العنوان، مش العنوان بقى الرئيسي، العنوان اللي هو الـ H2، والـ H2 ده شباب بيكون مهم جدا لكل الناس اللي هي بتعمل مقالات. لازم يكون العنوان بتاعك عندك عنوان H2، والعنوان الـ H2 ده يكون مثلا وليكن عبارة عن 8 كلمات او 7 كلمات، يكون فيهم الكلمة المفتاحية اللي انت هتبدأ تشتغل عليها، وفي نفس الوقت تكون على هيئة جملة. يعني انا دلوقتي كده رحت مضمن لك سكريبت الكلمات المفتاحية او كود الكلمات المفتاحية، فكده انا ضمنت الكلمة المفتاحية اللي انا عايز استهدفها على هيئة جملة وعملتها في عنوان H2. العنوان الـ H2 ده شباب بيسمى العنوان تحت اللي هو الـ H1 او العنوان الرئيسي، يبقى ده عنوان رئيسي وده عنوان عادي او العنوان اللي هو H2. نيجي بقى بعد كده للعنوان الثالث الا وهو الـ H3 او العنوان الفرعي. العنوان الفرعي ده يا شباب نحاول ان احنا نكتر منه، ونفسه نفس العنوان او نفس العنوان الرئيسي برضو نحط فيه الكلمات المفتاحية اللي احنا عايزين نستهدفها على هيئة جمل. يعني انا دلوقتي عامل لك مثلا هنا كده احط سكريبت الكلمات المفتاحية، ده عنوان، بعد كده صورة، بعد كده عنوان فرعي، بعد كده فقرة، بعد كده عنوان فرعي، بعد كده فقرة، بعد كده مثلا قائمة مرقمة، بعد كده فقرة، بعد كده عنوان فرعي برضو. لو ضغطت عليه، لو لاحظت ان انا بضغط عليه بيجيب لي دي، لو ضغطت على دي هتلاقيه بيقول لي فقرة، لو ضغطت على دي هتلاقيها فقرة، لو ضغطت على دي هتلاقيها عنوان فرعي. طيب لو جينا كده تحت شوية هنلاقي مثلا عندك انت هنا كده برضو عنوان فرعي، وهتلاقي هنا كده عنوان ثانوي. فكده المقال بتاعي متضمن كل الكلمات المفتاحية في العناوين الأساسية والعناوين الفرعية والعناوين الثانوية، وكمان موجود في الفقرات. طيب الفقرات اللي أنا ببدأ أكتبها في المقال بتاعي يفضل إن أنا أبدأ برضو أضمن الكلمة المفتاحية بتاعتي داخل المقالات بالشكل اللي هو ده كده. هتلاقوني حاطط لكم كتير جدا كلمات كتير جدا مفتاحية، بحيث إن أنا أبدأ أتصدر فيها مع الوقت، أو موقعي يتصدر فيها مع الوقت. النقطة اللي بعد كده ألا وهي التنسيق، لازم تكون عامل تنسيق كويس جدا للمقال بتاعك. بالنسبة للروابط فضل ان انت كمان تعمل الكلمة المفتاحية اللي انت عايز تستهدفها بالانجليزي تحطها برضو في الرابط الثابت، والوصف برضو تحاول ان انت تضمن فيه الكلمة المفتاحية. نيجي بقى بعد كده للنقطة اللي بعد كده ألا وهي ازاي اضيف كلمات مفتاحية خاصة بالموقع بتاعي. هنستعين يا شباب بموقع
موقعين هسيبه لكم في الوصف أسفل الفيديو في المقال اللي هو ده، هتدخلوا على المقال وهتنزلوا كده تحت شوية هتلاقوا في الروابط المذكورة بالمقال موقع صناعة سكريبت الكلمات المفتاحية والموقع اللي انت بتجيب منه الكلمات المفتاحية. بعد ما هتدخلوا عليهم هتلاقيهم بالشكل اللي هو ده. أول حاجة شباب هنستفيد منها ألا وهي الكلمات المفتاحية، يبقى مثلا إضافة الكلمات المفتاحية في مقالات بلوجر. هنا كده يا شباب بدأ ان هو يجيب لنا كلمات مفتاحية، ناخدها كوبي وبعدين نيجي على الموقع ده، هتلاقوني برضو سايب لكم الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو، نروح عاملين لصق للكلمات المفتاحية وبعدين نقول له جنريت. بعد كده يا شباب نعمل كوبي للسكريبت ده، وبعدين يا شباب نيجي هنا كده شباب عند اللي هو دي، وبعدين نختار عرض HTML، وبعدين نيجي تحت كده شوية في اخر المقال خالص بعد ما نخلصه نعمل لصق بالشكل اللي هو ده. بعد كده يا شباب نيجي هنا كده عند وضع الانشاء، مش هنلاقي اي كلمات مفتاحية ظاهرة خالص. انا بعد بقى ما هخلص هاجي هنا كده هحط الفيديو بتاعي بحيث ان ايه ان ازود معدل الارتداد عندي، او انزل معدل الارتداد، انا اسف اخفضه، وهنا كده احط الصورة بتاعتي وبعدين اعمل نشر ونشر. وكده مبروك عليك، مع الوقت ان شاء الله المقال بتاعك هيبدأ ان هو يتصدر المحركات الاولى أو محركات البحث في الصفحة الأولى بإذن الله. ودي كده كانت كل حاجة. ياريت لو عجبك الشرح ده ما تنساش ان انت تشيره في كل الأماكن بحيث ان زمايلك يستفيدوا منه، وان شاء الله بإذن الله الشروحات اللي جاية هتكون أفضل وهتكون مفيدة ليكم. استنونا في الحلقة الجاية، كان معكم مصطفى أمين، الروابط كلها في الوصف أسفل الفيديو. سلام.